اعتقد مش هتكسف هتكلم. قول. جه محمد بسام عامر اختفى، ايه سبب عدم ظهورك بمجرد ما جه محمد بسام؟ عامر اهلاوي ولا زملكاوي؟ مسؤول من النادي الاهلي، بس وقتها قال لي ما تقولش ان انا كلمتك. شايف قدامك مثلا قد ايه في الملاعب؟ انضميت 3 مرات بس ما ظهرتش مع منتخب مصر، ليه يعني؟ مش هتكلم فيها. المنتخب مش حكر على حد. ايه سبب ان انت ما تلعبش اهلي وزمالك كل الفتره دي؟ في حزن شويه في كلامك، مصدوم. 3 اخوات لعبوا في الدوري المصري. 3 اخوات لعبوا في الدوري المصري. كل اللي اعرفهم 2. في منهم واحد لعب اهلي وواحد لعب زمالك، بدون 3 لعب في الاهلي. اتعادل لما انت فاكر مغيره وانت فاكر سهل كده. كان توفيق احمد توفيق يا معالي توفيق. يلا تاني. السلام عليكم. انا باشا.